كابتن عبد الصالح الوحش، كنت اول من تنبأ بان مصر لن تستطيع ان تحصل على شرف تنظيم مونديال 2010، على اي اساس كان ذلك التنبؤ؟ ان توقيعنا ان عاوزين يدوا البطوله لافريقيا. هي بلاتر ده كان رايه من كاس العالم اللي هو خدته المانيا، والتصويت كان من اعضاء اللجنه التنفيذيه، وكان تقريبا لصالح جنوب افريقيا. ليه؟ لان ديمسي اللي هو بتاع نيوزيلندا كان يعني اتجاهات الاتحاد بتاعه ان هو يصوت لصالح جنوب افريقيا. اذا صوت لصالح جنوب افريقيا وبلاتر مصوت لصالح جنوب افريقيا، هيبقى تعادل، وفي رئيس الاتحاد لصالح جنوب افريقيا، يبقى جنوب افريقيا اللي خدتها. فيعني بقدره قادر الراجل تخلف، كتعليمات جت منين، كذا ايه كذا ايه، ديمسي ما راحش، صحي متاخر، راح المطار كذا، المهم ايه، لم يحضر الاجتماع، وبالتالي المانيا خدت شرف تمثيل 2006. بعد هذه يعني الفتره او هذا يعني التعجيز لجنوب افريقيا، كانت هناك عقدة ذنب بالنسبة للجميع. وعقدة الذنب دي كانت واضحة ان يعني افريقيا المفروض كانت تاخد وما خدتش. اذا كان كل شيء في مصر صحيحا، وقدمنا ملفا اجمل من هذا، وتحركنا بصورة افضل من هذا، كانت كأس العالم ستنتهي ايضا في جنوب افريقيا. اذا خسارة ملف كأس العالم، خسارة هذا السباق، لم تكن بسببنا فقط، ولكن لأن جنوب إفريقيا أفضل بكل المقاييس. وعندما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2000 إقامة كأس العالم بنظام الدوران بين القارات، وقال أنها في عام 2010 ستقام في إفريقيا، لم يقرأها الكثيرون جيدا. كان القرار بين السطور أن كأس العالم 2010 ستقام في جنوب إفريقيا وليس في إفريقيا. الكثيرون لم يقرأوا كلمة جنوب. وكأس العالم كانت ستقام في جنوب إفريقيا لأن الجميع يعلم أن مؤامرة غير شريفة أدت إلى إقامة كأس العالم 2006 في ألمانيا على حساب جنوب إفريقيا. ده تقرير مفتشين بتاع الفيفا، اللي يقراه يقول ان احنا وجنوب افريقيا والمغرب تقريبا في سلبيات هنا وسلبيات هنا في كل دولة، لكن القرار محسوم هو لجنوب افريقيا. وللعلم واكرر، المغرب لغاية صباح يوم التصويت كان عندها 14 صوت وجنوب افريقيا 10 اصوات. المغرب كان هيكسب تنظيم كاس العالم 2010 لولا ضغط بلاتر على جاك وارنر ورجاله عشان ينتقلوا من التصويت من المغرب الى جنوب افريقيا. في تصورك لماذا حصلنا على صفر في داخل تصويت الحصول اختيار الدوله التي ستحصل على شرف تنظيم مونديال 2010؟ الصفر ده واخده من زمان لان انا فقدت كل مناصب الدوليه، ما دي احد الاسباب الحقيقيه. جزء منها دلوقتي واجزاء قديمه. الاجزاء القديمه انك انت كان لك الفريق عبد العزيز مصطفى عضو في الاتحاد الدولي، وكان لك السيد محمد احمد عضو في الاتحاد الافريقي، وكان لك رجال في كل، وكان لك المرحوم مع عبد العظيم عشري رئيس الاتحاد الدولي لكره السله، وكان وكان وكان. انت من يوم الدوله ما شالت ايدها تماما عن الرياضه وابتدت تنظر لها نظره هامشيه او تعتبر تتعامل معها لانها نتوء يجب التخلص منه، وبيحصل اللي فيك ده. بدليل انك لما اتعملت اخر، لما اتعملت الرياضه ارتفعت لكينونه وزاره، وده امر لم يحدث من قبل، شالوا اسم الرياضه من الموضوع، بقى اسمها وزاره الشباب. يعني حتى الاسم ما فيهوش لفظ الرياضه. ده دليل على ان الرياضه مش مهتمه. وما دام الرياضه مش مهتمه، فقدنا المناصب دي خلال 40 سنه وما فيش حد تنبه ان احنا بنفقد مناصبنا. وهي المناصب دي الحق، هي دي الاساس بتاعك، انك انت لازم يبقى ليك اتصال، لازم يبقى ليك قوه ضغط، لازم يبقى ليك حد بره انت بتطل من خلاله على العالم، والعالم من خلاله بيعرف مصر. انما انا ماليش كده، انا بنا اللي عملت الاتحاد الافريقي، وانا كده بلا موجود هنا ولا موجود هنا، ده كله شغل دوله. الواحد اصابه الذهول حين يرى صفر. صفر يعني ايه؟ يعني ما فيش اي نوع من انواع المجامله، ما فيش، ما تحطش في ميزان التقدير اي معيار.
مش معيار كروي، معيار سياسي، معيار اجتماعي، معيار القارة اللي احنا فيها، معيار العرب والمسلمين، معيار القوة العربية المرجحة والإسلامية المرجحة في هذه المنطقة لم يكن من المعايير التي وضعت في الميزان. وأصلا دخلنا ما كانش بالطريقة المضبوطة، احنا يعني دخلنا راكبين جياد عنترة وابو زيد الهلالي وابو فراس الحمداني، ودخلنا كأننا احنا الامجاد واحنا الحضارة وكده. وللأسف الشديد رحنا زيورخ واحنا راكبين حمير هزيلة جدا ورافعين سياف خشبية من اللي هي بيستعملوها في الموالد. يعني انا لازم كلنا نقر ونعترف ان احنا ناس هو ولم نتعامل مع الحدث باحترافية، واللي وصلنا له ده كان النتيجة الطبيعية ان احنا ما خدناش المواضيع بصورة منظمة وفي اورجانيزيشن بيشتغل، والفردية كانت غلبة على كل اداء الناس اللي موجودة والصراعات كانت موجودة، فده نتاج طبيعي ان هو الصفر.